الإمارات أمس كانت بلاد بسيطة، بلاد هادية، لكن الإمارات اليوم أصبحت هي محط الأنظار. يوم المرأة الإماراتية هو يوم تقدر فيه كل أم، كل ابنة، كل أخت. فهي مربية الأجيال، هي سند لأهلها، سند لزوجها، سند لأطفالها. المرأة في الأمس كانت أم، كانت زوجة، كانت ابنة، لكن اليوم المرأة أصبحت أم وزوجة وابنة ودكتورة ومهندسة ومحامية ورائدة أعمال. النساء اللي الوحدة بألف رجال. أنا إماراتية وأفخر.